مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. يتجدد لقاءنا الأسبوعي في حلقة جديدة تتنوع لتناسب كل الاهتمامات. فإن كنت عزيزي المشاهد من المتذوقين للشعر أو المهتمين بالبيئة أو حتى من المتابعين للمعارض، حلقة اليوم بالتأكيد ستهمك. وإلى العناوين: حملة للتوعية بالسكري في دل البركة، اجتماع وزراء البيئة العرب في ضيافة المملكة، الطب الدولي يقهر الألم بالتوعية، منتدى عبقر الشعري ملتقى الشعراء، نصائح سكرية في جامعة الملك عبد العزيز، ملتقى تمويل الأوقاف وحكوماتها توصيات نتائج تعود بالنفع على المجتمع، معرض عماني للتعاون التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، هل تريد المساعدة؟ يكرم متطوعيه. بالتعاون مع مختبرات البرج، قامت مجموعة دل البركة بحملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، وتهدف إلى التوعية بطرق الوقاية من مرض السكري وتقديم النصائح والإرشادات للمرضى ومساعدتهم على التعايش مع المرض، فضلا عن التوعية المجتمع بالمرض الذي بات يشكل مشكلة اقتصادية واجتماعية وصحية كبيرة. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد الشافعي. نظمت مجموعة دل البركة بالتعاون مع مختبرات البرج الطبية يوم السكري العالمي، والذي تم به التعريف بمدى خطورة المرض وكيفية التعامل معه عند الإصابة، وتوعية لغير المرضى المصابين به. من منطلق الخدمة المجتمعية بالنسبة لمختبرات البرج، الحقيقة فروعها منتشرة في كل أنحاء المملكة، قررنا أن احنا نعمل مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للسكر، لمرض السكري. والحقيقة كانت مبادرة طيبة انه يبقى في تعاون ما بينها وبين مجموعة دلة، من خلال توعية كل العاملين بالمجموعة، بالإضافة كمان اكيد الانتشار المعلومة بعد كده الى اهاليهم وزويهم، وكمان كل الاصدقاء اللي اختار مرض السكري وضرورة المكافحة لي، من خلال الطرح اللي احنا عملناه لاختبار 100,000 شخص هل عندهم مرض سكري او لا. انا هنا طبعا بمثل مختبر البرج الطبي، والمختبر البرج الطبي كمؤسسة كبيرة سعودية بتأدي دورها في الايام اللي زي دي، في يوم فيه اهتمام بالتوعية، يوم العالمي للسكر. وعشان كده احنا تحركنا لأماكن كبيرة فيها تجمعات من المواطنين ومن المقيمين في المملكة العربية السعودية علشان نأدي دورنا، واحنا بنقدم لهم توعية كاملة عن مرض السكر، عن كيفية التشخيص المبكر لمرض السكر، وفي نفس الوقت بنمنح اختبارات عدد ضخم 100,000 اختبار مجاني للشعب السعودي هدية، علشان احنا حريصين جدا على اننا نشارك في منع المرض. يعني احنا ما نحبش ان احنا نبقى بننتظر ابدا انه الانسان يعاني ثم نهتم به في معاناته، لكن الوقت الطب الحديث دايما بيتكلم عن المنع، عن الوقاية، اهم بكتير جدا من ان انا اعالج مريض بعد ما يكون اصيب او حصل له مضاعفات. وقد تم فتح المجال لاستقبال الاستشارات المجانية من قبل الحضور والإجابة عليها بكل سعة صدر، حيث كانت مادة دسمة استفاد منها الجميع. طبعا هلا في علاج عام بيبقى يعني مثل المشي او الرياضه، هذا شكله عام لكل الناس، بس في بعض المرضى بيبقى في صعوبه بموضوع انه يقدروا يعملوا اي نشاط جسماني، فلازم يلجأوا لطرق علاج اخرى مختلفه تماما. يعني
فكل مريض له طريقة علاج، يعني ما هو كل شيء يطبق على كل المرضى بالتساوي، في حاجات عامة وفي حاجات خاصة حسب الحالة. طبعا حكوا عن الفروقات هذه وعن الحاجات هذه، بس هي الأهم شيء أنه نخفف بعدد المصابين بالسكر سنويا عم يزيدوا. فالهدف من هيك محاضرات التوعية بأنه نحن نكتشفه مبكر، فبالتالي بيكون إصابة بالدرجة الأولى أفضل ما يكون إصابة مثلا بدرجة متأخرة، يكون أضر ببعض أعضاء الجسم مثل الكلى مثل العيون، يعني حاجات زي هذه. يعني الواحد الوقاية خير من العلاج، حتى لو أنا ما عندي سكر على الأقل أستفيد وأعرف إيش هذا المرض. طبعا أنا من عيلة مسكرة، أبويا عنده وعماتي عندهم وجدي الله يرحمه، وأنا جاني على كبر الحمد لله أقول على كل شيء، وكنت أخذ النصائح والإرشادات من والدي كيف أتعامل مع هذا المرض. كان دائما الحكمة عنده يقول لي يا ولدي صاحبه لا تعديه. طبعا المفروض الناس اللي ما عندها على الأقل تأخذ فكرة وتتعلم وتفهم وتتجنب من هذا المرض، لأنه هذا المرض يتعب في الكبر ولو سلبياته ولو أجباته، ولكن احنا نقول الحمد لله على كل شيء. وانتهت الفعالية بتوزيع كوبونات للحضور تمنح حائزها فحص السكري بشكل مجاني في أي من فروع المختبر حول المملكة. كل الشكر لمجموعة دلة البركة ومختبرات البرج، ونحتاج نحن في الحقيقة إلى الكثير من هذه الحملات التوعوية، حيث تحتل المملكة والكويت والإمارات العربية المتحدة للأسف المراتب الأولى عالميا من حيث الإصابة بهذا المرض. بعد انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، المملكة العربية السعودية رئيسا للمكتب التنفيذي في دورته الحالية 51، قامت المملكة باستضافة اجتماع وزراء البيئة العرب 26. الزميل حسن رحماني حضر الاجتماع وخرج لنا بهذا التقرير. لأن الإنسان ابن بيئته، ولأن البيئة جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. من هذا المنطلق استضافت المملكة العربية السعودية اجتماع الدورة 26 للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، بعد أن تقرر في وقت سابق ترأس المملكة العربية السعودية رئيسا للمكتب التنفيذي في دورته الحالية. الدورة 26 كما تعلمون هي دورة هامة في مجلس وزراء العرب المسؤولين عن البيئة، سوف يتخذ قرارات من أهمها أيضا موقف عربي موحد في القضايا الدولية التي تهم الدول العربية. ناقش الاجتماع الكثير من القرارات البيئية الهامة التي كان في مقدمتها القرار المعني بالاتحاد العربي للمحميات الطبيعية والتعامل مع قضايا تغير المناخ. كذلك أولى المجلس اهتماما كبيرا حيال الوضع البيئي في كل من فلسطين والجولان السوري والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا، بالإضافة لاعتماد شعار يوم البيئة العربي لعام 2015. مواضيع حقيقة جدا مهمة مختصة بالبيئة والتغير المناخي، وأيضا فيما يخص صون الطبيعة والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، كلها مواضيع ذات أهمية كبيرة تمثل حقيقة تحديات كبيرة نأمل لها أن تلقى الاستجابة من خلال هذه القرارات، وأيضا التنفيذ فيما بعد، تنفيذ هذه القرارات من خلال جامعة الدول العربية بإذن الله تعالى.
وعلى الصعيد الدولي تناول الاجتماع الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، وكانت أبرز توصياته الاتفاق على موقف عربي موحد. كان هذا اللقاء هو لقاء دوري، وبدعوة كبيرة للمملكة العربية بأن يقام هذا الدور 26 على أرض جدة، وبالتالي ليناقش كافة التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة العربية في هذه الأوقات التي لابد أن يكون هناك توحد ووحدة بالكلمة وبالتوجه لدى التحديات البيئية التي ستفرض أو التي ستناقش مستقبلا في قمة البيرو وأيضا قمة باريس في عام 2015، الذي يحدد المسار لسنوات قادمة عن كيفية تناول قضايا البيئية العالمية وأيضا في موضوع التغير المناخي بالذات. وهذا يؤدي إلى أن يكون هناك وحدة صف ووحدة كلمة عربية موحدة في كافة هذه المنتديات العالمية التي ستؤثر سلبا إذا لم نكن متوحدين في 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 مواقفنا وفي توجهاتنا الدولية. من هذا المكان ومن على هذه الطاولات تطرح وتناقش قضايا بيئية هامة على مستوى العالم العربي، ولكنها متعلقة بالعالم بأسره. حسن الرحماني لقناة إقرأ من جدة. عقد المركز الطبي الدولي ندوة توعوية عامة بعنوان إقهر الألم، تتضمن عددا من المحاور المهمة للوقاية الصحية من الآلام البدنية والنفسية. وركزت الندوة على البعد النفسي للآلام لألام السرطان، مستعرضة أحداث النظريات العالمية التي وضعت بناء على أبحاث أجريت في أكبر المراكز العالمية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. عرفت منظمة الصحة العالمية الألم بأنه تجربة حسية وعاطفية بغيضة متعلقة بضرر نسيجي فعلي أو كامن. الألم عادة هو إحساس أو شعور سلبي بالمعاناة وبعد السعادة، وقد يكون ماديا كالصداع والمغص أو معنويا كالحزن والقلق بحسب العوامل التي تسببه. ومن منطلق التثقيف الصحي أقام المركز الطبي الدولي ندوة بعنوان إقهر الألم، تناولت عدة محاور مهمة كآلام السرطان والمسكنات الداخلية. إقهر الألم، هذه الندوة وضعت لتتواصل مع الجماهير لتعطي فكرة أخرى عن الألم. الألم يبدأ بقهر الألم يبدأ دائما بالفكرة، بالتفكير بشكل متغير، يتواصل بالعمل ويتوج بالأمل. الألم لم يعد عبارة عن عرض بل أصبح مرض. هناك تغيرات فيزيولوجية وباثولوجية وسيكولوجية تحصل بالجسم وبالمخ كافة تؤثر عليه وتغيره إذا تحول الألم من ألم حاد إلى ألم مزمن ولم يعالج بشكل متكامل. علاج الألم يبدأ بالتشخيص الصحيح، ويستمر هذا المنحة بوضع خطة متكاملة لجميع الأسباب والمسببات للتغيرات في الجسم. وتحدث الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي بجدة عن الألم والأمل، متناولا الفكر الحديث في النظر للألم نظرة شمولية تضع التشخيص والعلاج المتكامل في منحى جديد وعصري. الألم كما نعرفه الآن طبيا هو أعقد بكثير مما كنا نظن سابقا. كنا نظن سابقا الشخص يصاب مثلا بإصابة في يده، تنتقل الإشارة من اليد إلى العمود الفقري إلى الدماغ،
وجدنا أنه لا، هناك عبارة عن تواصل ما بين العقل واليد وعملية حوار، وهناك طرق فيزيولوجية وطرق عقلية للتحكم في الألم. والأشخاص الذين يستطيعون أن يتعاملوا مع الألم ويحاولوا أن يفهموا الألم يستطيعوا أن يتحكموا فيه ويحولوه من ألم إلى أمل. هناك أشخاص قد يصاب بالألم أو الصداع تصل معه مرحلة إلى الجزع والاعتراض، لماذا أنا؟ ليش أنا بالذات؟ وهذا هنا عملية فن التعامل مع محنة الألم لتحويلها من محنة إلى منحة، ومن ابتلاء إلى أجر وثواب، وإعادة فلسفة الألم بطريقة أن نحولها من شيء سلبي إلى شيء إيجابي، تغيير النظرة للألم ومحاولة تحويله إلى شيء إيجابي يكون منصة للانطلاق لنمو الإنسان وازدهاره جسدا وعقلا وروحا. الألم طيف مرسل يؤدي رسالة ثم يمضي إلى سبيله. لا تستطيع أن تجد علاجا للألم إلا إذا فهمته، وحينها يتحول إلى كل الإلهام في الحياة. هو أول شيء حديث عن لنكف عن قهر الألم، فغيرت طروحتي، أنا اسميتها افهم الألم، لأن أي شيء تقهره يشتد يزيد، أي شيء تقاومه يصير ضدك أكثر لأنك قاعد تركز عليه، فهو الفهم أحسن. لأجل هذا الذكاء الوجداني عن سيدنا محمد كان يتحدث عن الصبر مقابل منظومة الألم، والصبر في القرآن رفع سقفه إلى فاصبر صبرا جميلا. يعني لاحظ من ألم إلى جميلة، هذه رحلة مليئة بالعجائب. فاللي قدمته هو إن نحن نحتاج أن نفهم الألم لا أن نقهره، أن نتقبله. يعني المنظور الإيجابي اللي أشرت إليه ما كان عبارة عن والله لا تتألم، لا بالعكس. الجزئية الأولى التي بدأت بها حواري، يا جماعة إذا تألمت قول آه، العارفون يقولون آه أصله الله، إنما اختصرت من الوجع، فهي تكتب تسبيحة، أنين المريض لغة تسابيح. فهو الحديث كان كله حول إيش فائدة أن نفهم الألم. يقول جبران خليل جبران في روائعه: إنما تشعرون به من الألم هو انكسار القشرة التي تغلف إدراككم، كما أن القشرة الصلدة التي تحجب الثمرة يجب أن تتحطم حتى يبرز قلبها من ظلمة الأرض إلى نور الشمس. الألم هي الجامعة الإنسانية الكبرى للمعارف الاختبارية في الحياة وللحياة، لذلك كان لابد أن نتعرف على الألم ونتعايش مع الألم لنتغلب عليه. لقناة اقرأ الفضائية، محمد الجعيد، جدة. بعد الفاصل منتدى عبقر الشعري، انتظرونا. مشاهدين الكرام، ما زلنا معكم، ننتقل في ربوع المملكة ونصل الآن إلى وادي عبقر، وهو واد سحيق يقع في نجد، وإذ قيل فلان عبقري فهو نسبة إلى وادي عبقر، وتقول الروايات أن هذا الوادي تسكنه شعراء الجن منذ زمن طويل، ويقال أن من أمسى ليلة في هذا الوادي جاءه شاعر أو شاعرة من الجن تلقنه الشعر، وأن كل شاعر من شعراء الجاهلية كان له قرين من هذا الوادي يلقنه الشعر. ونسبة إلى الوادي سمي منتدى عبقر الشعري بهذا الاسم، والذي ذهب إليه الزميل حسن رحماني ليعرف وينقل لنا هل المعلومات عن هذا الوادي حقيقية، وينقل لنا أيضا بعضا من الشعر الجميل. نتابع. الثامنة مساء ونحن نخب الخطى نحو عبقر، ندلف بوابة كبيرة لإحدى منارات الثقافة والأدب، نفتش عن عبقر، وفي كل خطوة نخطوها كان يتقافز داخلنا سؤال كبير: ما هو عبقر؟
منتدى عبقر هو بدأ بفكرة بسيطة، وعادة الأحلام الصغيرة الكبيرة تبدأ بحلم صغير. الفكرة أن في اجتماع الجمعية العمومية في نادي جدة الأدبي طرحت فكرة أن يكون هنا جماعة للشعر أو ملتقى للشعر، وطلب مني أن أقدم ورقة، وكانت الورقة يعني صادفت استحسان أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وتبناها مجلس الإدارة هنا، ومن هنا بدأت الانطلاق لمنتدى عبقر. طبعا كنا نرتكز في الورقة التي قدمت إلى نادي جدة الأدبي على عدة محاور، بأن نخدم المساحة الشعرية أو الساحة الشعرية في مدينة جدة، وأيضا في المناطق الأخرى من خلال الاستضافات ومن خلال الفعاليات الأخرى التي تتزامن في كيوم الشعر العالمي أو كالمهرجانات كعكاظ وما شابه ذلك. عبقر هي فكرة طموحة يعني بدأها عراب منتدى عبقر الشاعر المخضرم عبد العزيز الشريف. طبعا الفكرة وافقت طبعا طموحاتي أنا أيضا، بصفتي كنت في بداية رئاسة تحرير مجلة عبقر، وكان طموحي أيضا أن يعطى للشعر قيمته في نادي أدبي جدة، وأن يكون له منتدى خاص به، خاصة الذي أغرانا في الموضوع هو أن صاحب الفكرة ومن هذه الفكرة الطموح هو عبد العزيز الشريف. ثلاث دورات حول الشمس ورؤية عبقر الثقافية تتمركز في عروس البحر الأحمر، لما تختزنه في ذاكرتها من تراكم معرفي قديم وبعد ثقافي عميق، جاعلا من نادي جدة الأدبي وفنارها الثقافي العريق قناة تواصل لمد الجسور بين عبقر ومدن المملكة والعالم العربي لخلق فعل ثقافي جاد. عبقر بدأت كأي حلم، يعني يبدأ صغيرا ثم يكبر. بدأت حلم صغير تبناه رئيس النادي ومجموعة من المثقفين يعني اتاحت الفرصة أو اتاحت المساحة للشعراء والشاعرات الذين لم يأخذوا حظهم كاملا في الظهور الإعلامي أو الظهور المنبري. بدأ كأي بداية صغيرة حتى نما وكبر، والآن يدخل عامه الثالث وتجاوزت أصداؤه مدينة جدة إلى المحافظات الأخرى. عبقر شيء جميل في الأدب. ما بين شاعر وناقد وقاص وصحفي تتوزع ظلال عبقر، فيتشاطرها الرموز مع النشأ ليلة مضيئة من كل شهر، فتارة تنسكب الخبرة وتارة أخرى يسطع نجم جديد في سماء الأدب. كل هذا وأكثر وجدناه في عرصات منتدى عبقر الشعري. الجميل في عبقر والذي حظي أيضا بارتياح كبير لدى المثقفين لدى الموهبين لدى الشعراء في محافظة جدة وخارج جدة، أنه خلق جزءا من المجايلة بين الأجيال المتعاقبة، فهو يأتي بالمواهب الشابة الشاعرة من الجنسين نساء ورجالا، ثم يجعلهم في منصة واحدة مع تجربة ناضجة أو صاحب خبرة كبيرة جدا، صاحب تجربة شعرية ناضجة. هذا الضخ وهذا النوع من المجايلة خلق الجرأة لدى الجيل، فأصبحوا الآن هم الذين يتصدون للمنصات للمنابر لتقديم أشعارهم. ملتقى عبقر قدم لي ولغيري طبعا الكثير، ملتقى عبقر من اسمه يعني يحمل الكثير، فعلا قدم نماذج رائعة وقدم أمسيات رائعة، خدم الحركة الأدبية بشكل عام في جدة، فله جزيل الشكر. طبعا ملتقى عبقر احتضنني وهذه الأمسية خير دليل، فوجه شكري للقائمين على عبقر وللنادي الأدبي بشكل عام. الليالي الجميلة تشيخ قبل أوانها، وها هي ليلتنا أيضا قد شاخت، ولا يصح الحديث عن عبقر بكل جماله وبكل مصداقيته في ظل الليالي المسنة. حسن الرحماني لقناة اقرأ من جدة. نظمت جمعية أصدقاء مرضى السكري بكلية الطب وقسم التثقيف الصحي بالمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للسكري، وركز هذا الاحتفال على توعية الأطفال في برنامج أعد خصيصا لهم لمعرفة طرق الوقاية من مرض السكري بأسلوب سهل يناسب مستوى تفكيرهم، لتوعيتهم مع خلط البرنامج بالفقرات الترفيهية لاستيعابهم وتقبلهم له.
الزميل حسن الرحماني كان هناك وخرج لنا بهذا التقرير. لسبب غير واضح نحن نحب الأطفال، تأسرنا براءتهم وتسعدنا كثيرا ضحكاتهم، ولكن هناك من يتربص تلك الطفولة ليحيل خضرتها النضرة إلى شحوب وجفاف، إنه داء السكري. في صباح يعبق بالطفولة والأطفال، نظمت جمعية أصدقاء مرضى السكري بجدة بالتعاون مع قسم التثقيف الصحي بالمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز برنامجا خاصا بالأطفال المصابين بداء السكري، جاء ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للسكري. اليوم جمعية أصدقاء مرضى السكري بالتعاون مع المستشفى الجامعي قسم التثقيف الصحي عاملين يوم نشاط خاص بفعالية اليوم العالمي للسكر للنوع الأول من الأطفال معتمدين في علاجهم على الإنسولين. في هذا اليوم بيتضمن معرض طبي توعوي تثقيفي بالإضافة لمشاركات يعني جايبين فريق اسمه شباب فن، هذا الفريق بيقدم المادة التثقيفية بطريقة ترفيهية. تناول البرنامج عدة فقرات ترفيهية إلى جانب الفحص الذي كان هو محطة البدء، من ثم الانطلاق نحو بقية البرامج التوعوية التي كان في مقدمتها وجبة الإفطار الصحية وما يترتب عليها من فوائد جمة، بالإضافة لمعرض أقيم على هامش الفعالية. عندنا الكورن اللي بنقدمه إنه كيف تسوي فطورك، فالفكرة إنه مريض السكري لازم يعرف كمية الكربوهيدرات المسموحة في الفطور، فعنده تقريبا من 45 ل 55 جرام للكربوهيدرات. الموضوع ده يعني ما في احد حيعرف هذا الاكل فيه كم كربوهيدرات، فاحنا بنبسط لهم الموضوع انه عندك كل المجموعات كم تاخذ من هنا من هنا من هنا، بحيث ان الوجبه تكون متكامله وفيها الكميه المسموحه فيه، لانه اهم شيء عند المريض السكري انه تكون الوجبات اللي بياكلها منتظمه خلال اليوم وفي نفس الوقت كل يوم، بحيث انه السكر دائما يكون منتظم. ارض السعوديه، ارض السعوديه من أرض السعودية. وصن يا رب ضحكة الأطفال، إنها متى غردت على ضامئ الرمل أعشبه، مهما بلغت سطوة هذا الداء ومهما بلغ انتشاره إلا أنه لن يستطيع أن يهزم بسمة طفل. حسن الرحماني لقناة إقرأ من جدة. ولن نذهب بعيدا في تقريرنا التالي، فهو من تنظيم جامعة الملك عبد العزيز أيضا، ولكن عن الأوقاف. فلقد رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ملتقى تمويل الأوقاف وحكوماتها نحو تطوير صناعة الأوقاف، والذي نظمته الوقف أو الذي نظمه الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع كرسي الشيخ راشد لدراسة الأوقاف. تفاصيل أكثر مع الزميل عدنان مقدام. نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، افتتح معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب حفل ملتقى تمويل الأوقاف وحوكمتها التي أقيمت في مكتبة الملك فهد العامة بجدة. في موضوعين أساسيين يناقشهم، يناقش حوكمة الأوقاف ويناقش وقف الأوقاف. هذه كلها الأمور مهمة لتطوير صناعة الأوقاف بصفة عامة وتنويعها في المملكة العربية السعودية، وظني بل يقيني بإذن الله أن المشاركون في هذا الملتقى قادرون على أن يخرجوا بتوصيات وبنتائج مهمة بإذن الله تعالى. الملتقى فيه عدد من حلقات النقاش. فلسفة الملتقى ليست يعني في تقديم أوراق علمية وبحثية، وإنما فلسفتها على أن الكرسي يدعم عدد من المشاريع البحثية، وفي بداية كل بحث يكون هناك حلقة تحضيرية لضبط مسار البحث، بحيث أن الباحث الرئيس وفريق البحث يستفيدون من المناقشات. ولله الحمد قبل قليل كان فيه حلقة نقاش حوكمة الأوقاف، كان هناك نقاش ثري جدا من ممارسين متخصصين في صناعة الأوقاف وفي الشركات وفي الجامعات، أثروا هذا النقاش بشكل كبير. الباحث قدم عدد كبير من الممارسات في موضوع الحوكمة ومن ثم كيف يمكن تطبيقها على حوكمة الأوقاف، وكان هناك نقاش ثري يعني جدا في هذا الموضوع.
الملتقى يحتوي على عدد من الجلسات، الجلسة حلقة حوكمة الأوقاف، الجلسة الثانية جلسة حوارية بعنوان تطوير صناعة الأوقاف، والجلسة الأخيرة والجلسة الثالثة في وقف الأوقاف، وهو نوع من أنواع تمويل الأوقاف، موضوع استشرافي وتطبيقي فيما يتعلق بوقف الأوقاف وتحفيز المبادرات في هذا الجانب. فالوقف العلمي يدعم كل ما من شأنه تنمية المجتمع فكريا وعلميا وثقافيا، والرقي به إلى مجتمع المعرفة والمساهمة في حل مشكلاته. الوقف العلمي المنظومة العصرية التي تقوم على استقبال الأموال وبعد ذلك استثمارها بشكل صحيح والإنفاق من عوائدها على برامج خدمة المجتمع، دراسات علمية نحولها إلى برامج تطبيقية على أرض الواقع. المكتبة العامة أحد هذه المنتجات الرائعة التي قام الوقف العلمي على إبرازها. الوقف العلمي اليوم يعد منظومة تكاملية يستطيع من خلاله أن يقدم الدراسات العلمية المتخصصة في مجالات الأبحاث المختلفة فيما يتعلق بقضية القضايا الاجتماعية النفسية الاقتصادية التي تخدم المجتمع بشكل أو بآخر. الأهم من هذا وذاك أن الوقف العلمي لا يمكن أن يقف عند حدود البحث فقط، وإنما يحول البحث إلى منتج تطبيقي على أرض الواقع. عدد كبير جدا من المشاريع الموجودة لدينا، مشروع رخصة قيادة الحياة الزوجية، برامج في الوعي المالي، برامج في القيم ونشر الثقافة القيمية لشباب الجيل. الوقف العلمي اليوم يخاطب جميع الشرائح، الباحثين لهم مع الوقف العلمي باع وصولات وجولات، الشباب لهم صولات وجولات، المرأة، الطفل. إذن الوقف العلمي اليوم يحاول أن يدخل إلى جميع الشرائح من خلال رؤيته العلمية ومن خلال برامجه المجتمعية. أعتقد أن اليوم ونحن نعيش هذا الملتقى الجميل الرائع نرى جزءا من ممارسات الوقف العلمي العلمية. اليوم نحن نخدم صناعة الأوقاف، نريد أن نقدم نموذج وقفي رائع نخدم به الأوقاف في المملكة العربية السعودية بل وفي العالم الإسلامي على وجه العموم. تعتبر جامعة الملك عبد العزيز أول جامعة في الشرق الأوسط تتبنى موضوع الأوقاف العلمية. نحن الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، وهو أول وقف علمي على مستوى الجامعات المملكة العربية السعودية والخليجية. الحقيقة لنا عدة برامج ندعم، برامج الأول برنامج أهم هو نحن ندعم إجراء مجموعة كبيرة من الدراسات العلمية التطبيقية التي يحتاجها المجتمع، وعلى رأسها على سبيل المثال دراسات في مجال الطب، دراسات في مجال الهندسة، في مجال العلوم، بل حتى في مجال العلوم الاجتماعية. عندنا زيك شباب ما شاء الله 10,000 طالب وطالبة في جامعة الملك عبد العزيز يتبرعون لنا بمبالغ شهرية بين 5 و10 و50 و100 ريال. أنا أعتز بعقلية هذا الشباب الذي لو لم يقتنع بقيمة هذا الوقف وفائدته لهم لما تبرع لنا. دراسات هذا الملتقى المبارك ستنعكس على خدمة الأوقاف في المملكة العربية السعودية لتطويرها بما يخدم المجتمع فكريا وثقافيا واقتصاديا. عدنان علي لقناة إقرأ جدة. مشاهدينا فاصل قصير، بعدها نكمل حلقتنا بإذن الله، نتابع. مشاهدي الكرام أهلا بكم مرة أخرى في برنامج من أرض السعودية. ومن أرض السعودية أقيم معرض المنتجات العمانية والذي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية كبداية لتعاون كبير بين الشركات في البلدين والتعريف بالمنتجات العمانية. ويأتي هذا المعرض نتيجة لخطط سلطنة عمان في الانفتاح على السوق الخليجي. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. شهدت مدينة جدة مؤتمرا صحفيا يكشف الغطاء عن معرض المنتجات العمانية والذي سيأتي بمشاركة أكثر من 100 شركة تعمل في مجالات المنتجات الغذائية ومواد البناء والكهرباء ومنتجات الأدوية والأثاث، ممهدا لفتح مزيد من آفاق التعاون والتكامل بين الشركات المماثلة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. نحن كقنصلية عمانية في جدة نسعى دائما لتحقيق جوانب الشراكة وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. دائما نسعى لقلب المستثمرين السعوديين وكذلك تقديم بعض البيانات وتقديم نوع من التسهيلات التنسيقية التي قد تساعد المستثمر السعودي ورجل أعمال
السعودي من الالتقاء بإخوانه وأشقائه في سلطنة عمان. وقد صرح النائب العام للغرفة التجارية العمانية الأستاذ أيمن بالعبدالله الحسيني بأن اختيار المملكة لتكون الدولة الأولى لإقامة هذا المعرض هو نتيجة لتميز السوق السعودي بعدة مميزات اقتصادية. أولا حقيقة نحن متشرفين ونحن فرحين جدا بوجودنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة الحبيبة وبمدينة جدة، ومثل ما تسموها أنتم جدة غير حقيقة، جدة الجميلة حقيقة. واليوم نحن هنا لنسلط الضوء على بالمؤتمر الصحفي على معرضنا القادم والذي ستحتضنه مدينة جدة في شهر 5 القادم أو مي من عام 2015، وبمتوقع أن تكون هناك مشاركة أكثر من 100 شركة عمانية مقسمة إلى كثير من القطاعات، كقطاع المواد الغذائية، قطاع مواد البناء، قطاع الصيدلية، الأثاث الطبية وإلى آخره، أيضا بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أعطيت مساحات للمشاركة في تلك المعارض. لذلك نأمل إن شاء الله اليوم أن نواصل العمل مع الأخوة في المملكة العربية السعودية، نشجع التجارة البينية، نشجع الشراكة ما بين دول مجلس التعاون في السوق الخليجي المشترك. لذلك المعارض أصبحت مهمة، المعارض أصبح لها كثير من الأهداف وكثير من الأمور، ليس فقط لتسويق منتجها إنما هو التعارف، التواصل، كثير من الأمور إن شاء الله. ويذكر أن المعرض الذي تستضيفه عروس البحر الأحمر سيضم أكثر من 100 شركة، وسيقام خلال الفترة من 18 وحتى 21 من شهر مايو لعام 2015. الغرفة طبعا كغرفة ما بتستفيد من هذه الفعاليات لشخصها، الغرفة اليوم هي بوابة القطاع الخاص، هي المحرك لأعمال القطاع الخاص، وبالتالي إقامة الفعاليات والمنتديات هي واحدة من الأدوات اللي بتساعد قطاعات الأعمال إنها تتحرك وتنمو. التعرف على ما لدى الآخر من تجارب ومنتجات، هذا بنصب في خدمة قطاع الأعمال في السوق المحلي. نقل التجارب من الآخرين لك أنت، هذا أيضا من مسؤوليات الغرفة اليوم. رفع المعرفة من قطاعات الأعمال اليوم، هذه ما تبحث عنه الغرفة التجارية عشان يكون عندك قطاع أعمال واعي وناضج. أنت اليوم ما يمكن في قناتك الفضائية ما تشوف الآخرين إيش بيسووا عشان يصير عندك نوع من الإبداع. يعني أنت لازم تتغير في طريقة تفكيرك، لازم تتغير في طريقة عملك. اليوم الغرفة هي 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 الأرض، هي المنصة اللي بتساعد إنه قطاعات الأعمال تتواصل يمين شمال. أوكي؟ فالمعارض هذه واحدة من الأشياء اللي فعلاً اللي نحن بنقدمها للسوق عشان المستهلك يعرف إيش بيصير، إيش الجديد، إيش اللي يلبي احتياجاته. معرض المنتجات العمانية كشف الغطاء عن أهم المنتجات التي ستتواجد في مدينة جدة خلال الأشهر القادمة. لبرنامج من أرض السعودية، محمد الشافعي، مدينة جدة. هل تريد المساعدة؟ هو برنامج يتكون من فرق تطوعية تعدى عددهم 300 متطوع، تم توزيعهم على كافة أنحاء المشاعر المقدسة طيلة أيام الحج من أجل المساعدة بإشراف مباشر من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعد أن أثبتوا جدارتهم في موسم الحج. مزيد من التفاصيل بسياق التقرير التالي. لأن فعل الخير لا تعدم جوازيه، أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة الصناعية بجدة حفلا لتكريم الجالية المالبارية ومكافأتهم بشكل رمزي نظير جهدهم في موسم حج هذا العام، حيث قدمت الجالية المالبارية وللعام الثاني على التوالي برنامجا تطوعيا لخدمة حجاج بيت الله الحرام تحت عنوان هل تريد المساعدة؟ هذا المشروع النوعي الذي تقوم به إحدى الجاليات في مكتب الدعوة، هذا المشروع يقوم بتقديم الخدمات لحجيج الرحمن. طبعا عدد المشاركين 310 مشارك من الجالية المليبارية،
الذين وفدوا إلى مكة لغير الحج، وإنما لتقديم خدمات صحية، خدمات اجتماعية، خدمات لجميع الفئات الموجودة أو المشاركة في حج هذا العام. هل تريد المساعدة؟ هو عبارة عن برنامج يتشكل من فريق تطوعي وصل عددهم ل300 متطوع، تم توزيعهم على كافة أنحاء المشاعر المقدسة طيلة أيام الحج من أجل مساعدة الحجاج بكل الطرق الممكنة. فكرة المشروع إنه كان يعني المكتب حريص على تقديم بعض الخدمات في المجتمع، فكان مناسبة الحج التي تعتبر من أكبر المناسبات والتي يحتاج فيها الناس إلى كثير من المساعدات، حيث يأتي إلى الحج من الجاليات المختلفة وأكثرهم يحتاجون إلى الخدمات الصحية، إلى التعريف بالأماكن، التعريف بالمشاعر، توضيح بعض مبادئ الإسلام، توزيع الوجبات، توزيع المياه لهؤلاء الناس. فتم عقد شراكة مع هدية الحاج والمعتمر وتم إعداد هذه المجموعة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من منطلق هذه الآية الكريمة يقام هذا الحفل تكريما للجالية المليبارية التي شاركت في حج هذا الموسم ببرنامجهم هل تريد المساعدة؟ مشاهدينا الكرام، كان هذا آخر تقاريرنا ومعه تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. نشكر لكم طيب المتابعة، نلقاكم بمشيئة الله في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج من أرض السعودية. في أمان الله.